إذن نمر إلى الصفحة الموالية page 113 يعني صفحة التمارين. Je vérifie يعني أتحقق. La subordonnée de condition est toujours au subjonctif. يعني الجملة الشرطية هذه أو جملة الشرط دائما ما تكون في زمن subjonctif يعني مضارع الشرط. إذن بطبيعة الحال هي جملة خاطئة. لماذا؟ لأنه كما شفنا قبل قليل أنه تكون في الفيتور ولا تكون في الكونديسيونال بريزون ولا في subjonctif إلى آخره. La subordonnée de condition peut être introduite par parce que. يعني جملة الشرطية هذه تبتدئ ب parce que. إذن جملة خاطئة. مستحيل أنها تبدأ parce que. أما في الأخير l'idée de condition يعني فكرة الشرط ne peut pas être exprimée dans une phrase simple. قال لك ما نقدروش نعبروا على فكرة الشرط في جملة بسيطة. إذن جملة خاطئة. شفناها قبل قليل أن نقدروا نعبروا على جملة الشرط يعني وذلك باستعمال verb à l'infinitif ولا un groupe nominal. نمر إلى التمرين الأول. Je m'entraîne. Je recopie les phrases suivantes en soulignant les subordonnées. يعني راحين نكتبوا هذه الجمل في الكراسة تاعنا ونسطروا تحت جملة الشرط. الجملة الأولى. La pollution sonore, يعني التلوث السمعي أو الضوضائي, ne te consonnera plus à condition que tu insonorises ta maison. يعني التلوث السمعي أو الضوضائي لم يعد مصدر قلق بشرط أن يكون منزلك عازل للصوت. إذا لما نشوف à condition que هذه هي الجملة الشرطية ولا سميناها la subordonnée de condition. ثاني جملة Si les usines continuent de déverser les produits chimiques dans la mer, plusieurs espèces de poissons disparaîtront. بمعنى أنه إذا كان المصانع هذه استمرت في إلقاء المواد الكيميائية لي برودوي شيميك dans la mer يعني في البحر الكثير من الأنواع أو أنواع الأسماك ستتلاشى أو ستختفي. espèces de poissons يعني أنواع الأسماك disparaîtront ستختفي أو تتلاشى. إذن جملة شرطية هنايا راح تكون تبدأ بالسي هنايا حتى للفاصلة la virgule. troisième phrase tu pourras boire l'eau des rivières à condition d'être sûr qu'elle n'est pas polluée. يعني تستطيع شرب ماء الأنهار l'eau des rivières بشرط ماذا أن تكون متأكدا بأنها غير ملوثة à condition d'être. هنايا c'est une phrase simple. أنا استعملنا à condition de فيها فعل واحد أو هنايا الفعل هذا راه مكتوب في الانفينيتيف وفيها فعل واحد اللي هو pour. إذا هذه فراز سامبل استعملنا فيها à condition de واستعملنا le verbe à l'infinitif. الجملة الأخيرة j'ai acheté une paire de bottes يعني شريت زوج من لي بوت هذو هما لي بوت au cas où les abords du lac seraient trop boueux. يعني شريت زوج من هذه الأحذية في حال كانت حافة البحيرة موحلة جدا يعني فيها الوحل بزاف. إذا الجملة الشرطية هي au cas où. إذا هذه هي la subordonnée conditionnelle. إذن نمر إلى التمرين الثاني. Je complète les phrases suivantes avec les locutions conjonctives qui introduisent une subordonnée de condition. يعني راح نكمل الجملة التالية بعبارات الربط. Locutions conjonctives اللي تعرفنا عليهم قبل قليل. À condition que, au cas où, pourvu que, et là, اللي تعرفنا عليهم قبل قليل. Les autorités devront interdire la circulation des voitures à proximité des parcs naturels. يعني السلطات يتعين عليها حظر أو منع interdire la circulation des voitures يعني مرور السيارات بالقرب من المنتزهات الطبيعية أو كاو في حالة ما أو في حالة وجود ذروة التلوث. On connaîtrait un pic de pollution يعني في حالة وجود ذروة التلوث. الجملة الثانية هنا نقولوا سينو فيزيون Plus attention à notre environnement, nous serions heureux. يعني إذا انتبهنا أكثر إلى محيطنا أو بيئتنا, attention يعني انتباه لمن البيئة تاعنا اللي هو الانفيرونمون أو المحيط, nous serions heureux, سنكون سعداء. إذا هذه جملة شرطية واستعملنا سي. أما في الجملة سي, le nombre d'asthmatiques baissera, يعني العدد تاع المصابين بالربو سينخفض, baissera, سينخفض. بشرط ماذا؟ à condition que بشرط nous luttions plus sérieusement contre la pollution de l'air يعني بشرط أن نكافح بجدية sérieusement contre la pollution de l'air يعني التلوث الهوائي.
أما الجملة الأخيرة لي سيتوايان تريوغون لوغز أوردور ميناجير يعني المواطنين سيقومون بفرز لو فيرب تريي بفرز نفاياتهم المنزلية لي زوردور ميناجير pourvu que يعني طالما لي زوتوريتي لو ديسيد طالما أو بشرط أن السلطات تقرر ذلك. إذن هذه هي العبارات اللي كملنا بهم الجمل الشرطية. نمر إلى التمرين الثالث. L'exercice numéro 3. Je complète les phrases suivantes de façon à exprimer la condition. يعني أكمل الجمل التالية وذلك بالتعبير على الشرط. Nous nous débarrasserons de la pollution à condition que. وخلينا الجملة إحنا نكملوها. إذن سوف نتخلص من التلوث بشرط. رح نعطيكم عدة أمثلة. إذن à condition que nous ayons un comportement éco-citoyen. يعني بشرط أن يكون لدينا سلوك بيئي للمواطنين. Un comportement هو سلوك éco-citoyen يعني سلوك بيئي للمواطنين. وأيضا يمكننا أن نتخلص من التلوث بشرط à condition que les lois anti-pollution soient respectées. يعني بشرط احترام قوانين للوا احترام قوانين مكافحة التلوث. احترام هي respecté, anti-pollution هي مكافحة التلوث. الجملة الثانية سي ودرنا النقاط للاكس اورو بروبر يعني إذا البحيرات ستكون نظيفة. إذن إذا سي نو سون بلو بروبر إذا كنا حنايا نظيفين ستكون البحيرات نظيفة. سي نو سون بلو بروبر للاكس اورو بروبر. أو مثال آخر سي لي سيتوايان فون بروف دو سيفيسم بمعنى أنه إذا أظهر المواطنين مواطنتهم لي لاك سورون بروبر البحيرات ستكون نظيفة. بمعنى وش معنى يظهروا مواطنتهم؟ يعني يكونوا متعلقين بالوطن تاعهم يعني يحميوه وينظفوه وما يحاولوش يديروا التلوث هذاك اللي يضر بالبيئة. الجملة سي لا فراز سي لي بلاج سوري بلو اكيونت بورفي كو يعني الشواطئ تاعنا ستكون أكثر استضافة أكيون استضافة أو ترحاب pourvu que la طالما أو بشرط أن تكون ماذا pourvu que nous organisions des journées de nettoyage يعني وذلك بتنظيم أيام للتنظيف des journées de nettoyage أو أن نقول أيضا pourvu que chacun de nous كل واحد منا jette ses ordures dans les poubelles أو كل واحد منا يرمي قمامته في سلة المهملات dans les poubelles. La phrase D, les pompiers ont mis au point un plan d'urgence au cas où. يعني رجال الحماية المدنية قاموا بتطوير خطة طوارئ في حالة ما. Au cas où. في حالة ماذا؟ Au cas où il y aurait un incendie. يعني في حالة ما نشب أو سرى حريق. إذن هذا فيما يخص هذا التمرين الثالث. نمر إلى التمرين الرابع. أظن هو التمرين الأخير. L'exercice numéro 4. Je construis 5 phrases personnelles en utilisant. يعني أكون 5 جمل شخصية وذلك باستعمال à condition de en supposant que pourvu que si au cas où. راح نعطيكم أكثر من 5 جمل. لاحظ معي جيدا. Nous partirons en promenade à condition qu'il fasse beau. سنذهب في نزهة بشرط أن يكون الجو جميلاً. qu'il fasse beau. L'économie se développera يعني الاقتصاد سينمو en supposant que le pays investisse dans l'agriculture يعني بشرط أو طالما أن البلد يستثمر في الزراعة l'agriculture. Nous nettoyerons le quartier يعني سنقوم بتنظيف الحي pourvu que les habitants y participent يعني طالما أن السكان راحين يشاركوا في هذه الحملة حملة التنظيف. Si nous protégeons la nature, إذا قمنا بحماية الطبيعة, nous préserverons notre santé. سنقوم بالحفاظ على صحتنا. Je viendrai te voir au cas où je me sentirai mieux. يعني راني نجيك نشوفك يعني نمر عليك باش نشوفك إذا شعرت je me sentirai mieux إذا شعرت بتحسن. جمل أخرى أيضا. Tu passeras au lycée, يعني ستمر أو تنتقل إلى الثانوية à condition de bien travailler. شوفوا هنا à condition de جورها le verbe هنا à l'infinitif. حذري ركزوا على هذه النقاط اللي كنت شرحتها قبل قليل. ستنتقل إلى المدرسة الثانوية في حالة ما إذا عملت جيدا. En supposant que les incendies ne seraient éteints, plusieurs races d'animaux disparaîtront. ب
بمعنى بفرض أن الحرائق لم تطفى، يعني ما يطفيوهاش رجال الحماية المدنية، بلوزيوغ غاس، الكثير من السلالات الحيوانية ستتلاشى، ديسباغاتخون يعني ستتلاشى أو ستختفي. Tu comprendras toujours bien tes leçons, ستفهم الكثير أو ستفهم جيدا دروسك pourvu que tu fasses toujours des efforts personnels، يعني طالما أنك تبذل جهودا شخصية دائما. Au cas où vous serez perdu، يعني في حالة ضياعك، appelez ce numéro، يعني اتصل بهذا الرقم. إذن هذه بعض الجمل الشخصية، حاولوا أنكم تعودوا عليها وتنشئوا بعض الجمل. إذن في الأخير، mon avis en calculine grâce à l'aide apportée par l'association Tous Ensemble pour la Nature، يعني معا من أجل الطبيعة. Tes camarades et toi enregistré un podcast، يعني انت يا زملائك سجلت un podcast sur les espèces végétales menacées dans votre région، يعني سجلت تسجيل اللي سميناه بودكاست اللي كنا قريناه في الصفحات اللي قبل هذا على النباتات المهددة بالانقراض في منطقتك، dans votre région. Introduisez dans votre enregistrement une proposition subordonnée de condition، يعني حاولوا تسجلوا نص فيه سطرين أو ثلاثة وحاولوا تديروا فيه une subordonnée de condition، يعني في النص نتاعك هذا راح تحكي على la situation de la biodiversité en Algérie est inquiétante، راح نقول لكم أنا باللي وضعية التنوع البيولوجي في الجزائر راهي مقلقة inquiétante، ou bien certaines espèces végétales sont menacées d'extinction. D'extinction, il y a une انقراض on se met à disparition. إذن بعض الأنواع النباتية مهددة بالانقراض. Le facteur humain et le changement climatique sont à l'origine de la détérioration des écosystèmes. بمعنى أنه العامل البشري والتغير المناخ changement climatique هم أصل تدهور النظام البيئي. Ecosystem هو النظام البيئي. ونعطيكم جملة une phrase comportant une subordonnée de condition، الجملة اللي فيها الجملة الشرطية، مثال certaines espèces végétales، بعض الأنواع النباتية seront sauvées، تم إنقاذ يتم إنقاذها à condition que بشرط nous les protégeons، بشرط يعني أن نحميها. إذن هذا فيما يخص الصفحتين 112-113. اللي عنده أي سؤال يتركه في تعليق، لكن بعد أن تحاول تشوف الفيديو هذا مرة أو مرتين باش تتفهم هذا الدرس جيدا. أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء، في فيديو آخر إن شاء الله. سلام.